أنت تحدثت عن أن بنسلفانيا أصبحت ولاية متأرجحة رغم أنها كانت ديمقراطية بسبب انعدام الأمن الغذائي. خرج ترامب بعد هذه الحادثة وقال أن حادثة الاغتيال لا تتحدث فقط عن بعض الأمن الغذائي وغيره، وإنما نتحدث عن تحطم وهم الأمن الأمريكي بشكل عام. هل هذا يفيد ترشيحات ترامب أو ما يريد أن يقوم به ترامب من فكرة التمركز حول الداخل الأمريكي لإعادة أمريكا ميك أمريكا جريت أجين كما يقول؟ وهل هذا يزيد من فرصه في أن يصبح رئيسا برأيك؟ سؤالك جيد، أشكرك. الرئيس ترامب أمامه الآن الطريق مفتوح إلى البيت الأبيض. كان يتمتع بشعبية كبيرة، وكان يشتغل على ما نسميه في بلغة الانتخابات الولايات المتأرجحة السونج ستيتس. وليس بالصدفة غدا هناك المؤتمر الجمهوري في ولاية ويسكونسن، وولاية ويسكونسن هي من بين الستة ولايات المتأرجحة والتي تملك مفتاح الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا الحديث كان قبل البارحة. بعد عملية محاولة الاغتيال البارحة الفاشلة ضد ترامب، فيعني هناك عملية سبر آراء سريعة أجرتها بعض القنوات التلفزية وبعض الصحف في أمريكا، وأظهرت نسبة تأييد للرئيس ترامب أو للرئيس الأسبق ترامب تفوق 69% الآن. وبالتالي من الآن أقول لكم ولمشاهديكم الكرام أن إذا لم تحدث معجزة ولم يتحرك الحزب الديمقراطي وينقذ نفسه من نفسه ومن بايدن نفسه في اللحظات الأخيرة، وإذا لم يغير الحزب الديمقراطي بايدن بمرشح سحري ماجيك يمكن أن يقرب موازين القوى في الأشهر القادمة القليلة القادمة، فأنا أقول لكم من الآن أن الطريق مفتوح أمام دونالد ترامب، ويوم 6 نوفمبر القادم سيصبح دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل من الممكن أن تحدث عمليات اغتيال مرة أخرى لترامب هذه الفترة القادمة؟ متوقع جدا أن يقوم اليمين المتطرف من أنصار ترامب بردة فعل ثأرية بين قوسين، أي أن يحاول اليمين المتطرف الثأر من هذه محاولة الاغتيال، ويمكن أن يستهدف شخصيات سياسية ديمقراطية مثل رئيس بايدن، ولأن رئيس بايدن عادة الرئيس لما يكون في السلطة يكون مؤمن أكثر وعليه التركيز في المسائل الأمنية أكثر. لكن لا أحد يعني في منأى عن محاولة الاغتيال. تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مليء بالاغتيالات السياسية وبمحاولات الاغتيال. سنة 1835 أندرو جونسون يعني نجا من محاولة الاغتيال. سنة 1861 أبراهام لينكولن وقع البطل القومي الذي أنقذ الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأهلية ووحد الولايات المتحدة الأمريكية وحرر الأفارقة إلى آخره. وقع اغتياله في مسرح، وعادة ما تكون المسرح منطقة ضيقة وتكون فيها التأمين للرئيس يكون أسهل، ورغم ذلك وقع اغتياله. سنة 1963 وقع اغتيال جيف كينيدي بطريقة يعني فظيعة جدا وطريقة مكشوفة جدا، وبالتالي بالإضافة إلى محاولات الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها تقريبا أغلب إن لم نقل كل الرؤساء الأمريكان السابقين من تيودور روزفلت سنة 1901 إلى فرانكلين روزفلت سنة 1944 إلى ريغان سنة 1980 إلى جيمي كارتر إلى بيلي كلينتون سنة 1994 تعرض إلى 3 محاولات اغتيال. وبالتالي العنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ليس ظاهرة جديدة، وبالتالي فلا يمكن أن نضمن أي شيء في المستقبل ولا يمكن أن نتكهن بأي سيناريو في المستقبل. قد يتعرض ترامب إلى محاولات اغتيال أخرى، رغم أن يعني المحاولة الفاشلة بالأمس كانت يعني جرس أنذار بالنسبة للأف بي آي وبالنسبة لكل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مثل ما ذكرت كما ذكرت في بداية يعني كلامي، من نجا البارحة ليس ترامب وإنما الولايات المتحدة الأمريكية والسلم الاجتماعي والولايات المتحدة الأمريكية كدولة موحدة وكمجتمع موحد. وبالتالي أنا يعني أعتقد أن الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية ستتجند أكثر وستأخذ الموضوع بجدية أكثر، لأن مثل ما ذكرت
الموضوع لا يهدد الشخص أو المترشح بحد ذاته فقط، وإنما هذا تهديد كبير تاريخي لم يسبق له مثيل لوحدة المجتمع الأمريكي وللنسيج المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور جلال رحيم الباحث والأكاديمي في الشؤون الأمريكية، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. مشاهدينا الكرام، مطالبات في أمريكا الآن بمحاسبة وزير الأمن الداخلي المسؤول عن حماية ترامب وغيرهم من الرموز الأمريكية، ويسمى مايوركاس، بسبب محاولة اغتيال ترامب. المطالبة الآن شديدة بمحاسبته، وللعلم أن مايوركاس ولد في كوبا لأبوين يهوديين. شكرا لكم، المنتصف لا زال مستمرا، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.